بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. لا نزال ولله الحمد في كليات كتاب الجنايات، لا نزال في كليات كتاب الجنايات، وهذا هو الدرس الثالث فيها بإذن الله عز وجل. وعندنا هذا اليوم ست كليات أو سبع كليات فقط. نبدأ بالكلية الأولى مستعينين بالله عز وجل. كل المسلمين تتكافأ دماؤهم، كل المسلمين تتكافأ دماؤهم، ومعنى هذه القاعدة أن المسلمين في اعتبار الدم وقيمة الدم سواء، لا يجوز أن نميز في الدم مسلما على مسلم مطلقا، بغض النظر عن كبره أو صغره، وبغض النظر عن جنسه ذكرا كان أو أنثى. فالمسلمون تتكافأ دماؤهم، فلا يجوز لأحد أبدا أن يستعلي بدمه فيرى أن لدمه مزية على غيره من دماء المسلمين. وأصل هذه الكلية الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وهذه من كليات العدل في الشريعة الإسلامية، وبالعدل قامت السماوات والأرض، كما قال الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل هو الشريعة المطلقة التي لا يدخلها الاستثناء في أي جزئية من جزئياتها أبداً. فهذه الكلية تنص على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم، فالاختلاف بين المسلمين أي بين الجاني والمجني عليه في مسألة الحسب والنسب لا أثر لها. فلو أن الحسيب النسيب قتل رجلاً وضيعاً لا نسب له، فإنه يقاد به، يستقاد به. وكذلك أيضاً لا أثر في مسألة الدماء بين المسلمين بين حاكم أو محكوم، ولا بين أمير أو مأمور، ولا بين غني أو فقير، ولا بين حر أو عبد في الأصح كما سيأتينا تفصيله إن شاء الله، ولا بين صغير في السن أو كبير في السن، ولا بين ذكر ولا بين أنثى. فالمسلمون في قضية الدماء تتكافأ دماؤهم، لا يجوز لأحد أن يخص دمه بشيء زائد على بقية دماء المسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الوضيع أو الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه، يعني لشرفه. فجاء الإسلام ناسخا لذلك كله. ولذلك لا يجوز لأحد أبدا أن يخالف هذه الجزئية، بل إن مصالح الناس وحماية دمائهم لا تقوم إلا بتحقيق هذه الكلية. فلا تقوم مصالح الناس في دينهم ودنياهم إلا إذا عصمت دماؤهم وتكافأت. ولذلك قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذا بإجماع أهل العلم، لا يجوز أبدا أن يفضل دم على دم إلا بدليل، إلا بدليل شرعي. هذه خلاصة هذه الكلية. وأما المسألة التي أريد أن أبحثها فهي مسألة قتل الحر بالعبد، بمعنى أنه إذا جنى حر على عبد فهل يستقاد من الحر، أم أن الحرية والعبودية لها أثر في هذا التفاوت؟ فيه قولان لأهل العلم، فالجمهور متفقون على أن لا يقتل حر بعبد، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، لكن الذي يجمع هذه الأدلة أن كل دليل يفرق في مسألة الدماء بين حر وعبد فإنه ضعيف لا تقوم به الحجة. ولذلك فأصح الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام العلامة ابن القيم وغيرهم من أهل العلم، هو أن الحر يقتل بالعبد لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلمون تتكافأ دماؤهم. وقولنا في الكلية المسلمون تتكافأ دماؤهم دليل على أن لا يقتل مسلم بكافر، فهذه الكلية تنص على أن المسلم إذا جنى على أحد الكفار أيا كان مذهبه الكفري وأيا كانت رتبة كفره
سواء أكان حربياً أو مستأمناً أو ذمياً أو معاهداً، فإن المسلم لا يقتل به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يقتل مسلم بكافر. فدم الكافر لا يكافئ دم المسلم، فالمكافأة المعتبرة في مسألة القصاص إنما هي المكافأة في الدين فقط. فكل من قتل من يكافئه، من يكافئه في الدين فيقاد به، وأما إذا قتل من لا يكافئه في الدين، أي المسلم يقتل الكافر، فإنه لا يستقاد به. وأما بقية المسلمين فيما بينهم فإن الكلية تنص على تكافؤهم في مسألة الدماء. فإن قلت: وكيف لا يقتل الكافر المسلم بالكافر، وقد قال الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والكافر له نفس. فإذا أزهق المسلم نفس الكافر فنزق نفس المسلم بهذه الآية، فنقول نعم. ولكن هذه الآية عامة، وهذا الحديث الذي ينص على ألا يقتل مسلم بكافر هذا حديث خاص، والمتقرر في القواعد أن الخاص مقدم على العام، وأن العام يبنى على الخاص. هذا خلاصة هذه الكلية. الكلية الثانية: كل دم مهدور فلا قود في الجناية عليه. كل دم مهدور فلا قود في الجناية عليه. كل دم مهدور فلا قود في الجناية عليه، وذلك لأن من شرط الجناية أن يكون المجني عليه معصوم الدم، فحينئذ تضمن جنايته إما بقود أي قصاص، وإما بكفارة أو دية. لكن من شرط هذا الضمان بواحدة من هذه الثلاث التي هي القصاص أو الكفارة أو الدية أن يكون دم المجني عليه معصوماً لا يجوز أن يتعرض له. وبناء على ذلك فلو كان المجني عليه مهدر الدم أصالة، بمعنى أنه ارتكب خطأً شرعياً أو ارتكب جرماً شرعياً أوجب أن يهدر الشارع دمه، فإذا جنيت عليه في هذه الحالة فإنك تكون قد جنيت على مهدور الدم، ولا قصاص ولا كفارة ولا دية إذا كان المجني عليه مهدور الدم. وبناء على ذلك فلو أن المسلم قتل حربيا فإن المسلم لا قود عليه ولا دية ولا كفارة، لأن المجني عليه مهدور الدم، لأن الكافر الحربي مهدر الدم. ومنها أيضا: لو أن الإنسان جنى على زان محصن قد صدر عليه حكم القضاء بالرجم ولكن هرب، فجاء إنسان فعالجه فقتله، فإن القاتل في هذه الحالة لا قود عليه ولا كفارة ولا دية، لأن المجني عليه مهدور الدم. وكذلك لو صدر حكم القضاء بالقصاص على أحد الجناة ولكنه فر ثم قابله رجل وقتله، فإنه لا قصاص ولا كفارة ولا دية على الجاني في هذه الحالة، لأنه جنى على مهدور الدم ولا شيء يتعلق بالجناية على مهدور الدم، لا من قصاص ولا من كفارة ولا من دية. وكذلك أيضا لو أن الإنسان جنى على إنسان حكم عليه القاضي بالقصاص تعزيرا في بعض الجرائم التي توجب القتل تعزيرا، فصدر حكم القضاء على هذا الرجل بالقتل تعزيرا وصادفه رجل فتعالج فقتله، فإن القاتل لا شيء عليه. إنما القاتل أو الجاني في هذه المسائل التي ذكرتها عليه التعزير فقط، لأنه افتأت على وظيفة الإمام، فإن القصاص والقود إنما هي من وظائف إمام المسلمين أو نائبه، فلا يحل لأحد الشعب وأفراده أن يتولوا هذه القضية. فإذا عزره الحاكم تعزيراً يردعه وأمثاله عن هذا الافتئات فحينئذ لا بأس. وأما أن يعاقب بدية أو يعاقب بكفارة أو يعاقب بقصاص فإن هذا
تأباه هذه الكلية. وخلاصة الكلية أن الجاني إذا جنى على إنسان مهدر دمه فإنه لا تتعلق بجنايته لا قصاص ولا كفارة ولا دية. الكلية الثالثة، ما أدري شرحي واضح. الكلية الثالثة: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به في الأطراف. كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به في الأطراف. أعيدها مرة ثالثة: كل من أقيد بغيره في النفس أقيد به في الأطراف. وذلك لأن الطرف جزء، والمتقرر في القواعد أن الجزء يتبع كله. فإذا كان الإنسان يقتاد منه في الجناية على الكل فيقتاد منه فيما لو جنى على الجزء، وإذا كان الإنسان لا يقتاد منه فيما لو جنى على الكل فلا يقتاد منه فيما لو جنى على الجزء. وذلك لأن الجزء مندرج في الكل، ولأن الجزء تابع للكل، والمتقرر في القواعد أن التابع في الوجود تابع في الحكم. فمن ضمن كله فيضمن جزءه، ومن لا يضمن كله فلا يضمن جزءه. وعلى ذلك لو أن مسلما جنى على بعض أطراف الكافر فإنه لا يقتاد من المسلم في أطرافه، لأنه لو قتل الكافر أصلا لما اقتيد منه في النفس. وكل من لا يقتاد بجناية غيره في نفسه فلا يقتاد بجنايته عليه في أطرافه، وإنما تتمخض هذه الجناية في دفع الدية فقط، في دفع الدية فقط. ومنها أيضا لو أن مسلما جنى على بعض أطراف الحرب فإنه لا يقتاد من المسلم في أطرافه، لأنه لو جنى على نفسه أصلا لما اقتيد منه. ومن لا يقتاد منه في الجناية على الكل فلا يقتاد منه في الجناية على الجزء. ومنها لو أن عبدا جنى على بعض أطراف الحر، أو أن حرا جنى على بعض أطراف العبد فيقتاد من كليهما. فالجاني في هاتين الصورتين يقتاد منه في الجناية على الأطراف، لأنه يقتاد منه في الجناية على النفس. ومنها لو أن الأب جنى على بعض أطراف ولده فإنه لا يقتاد من الأب في القصاص من أطرافه، لأنه لو قتل ولده لما اقتدى به، فإنه لا يقتل الوالد بولده. وكذلك أيضا لو جنى الوالد على بعض أطراف ولده فلا يقتاد به، لأن كل من أقيد به في الكل أقيد به في الجزء، ومن لا يقاد به في الكل ما أدري شرحي واضح، فلا يقاد به في الجزء. ومنها لو أن مسلما جنى على أطراف مسلم خطأ فهل يقتاد من أطراف الجاني؟ الجواب لا، لأن المسلم لو قتل المسلم خطأ لما اقتيد منه في هذا النوع من الجنايات. فإذا لم يقتد من المسلم في جنايته خطأ في الكل فلا يقتاد منه في جنايته خطأ في الجزء. ومنها أيضا لو أن رجلا جنى على أطراف امرأة، أو أن امرأة جنت على أطراف رجل، ففي هاتين الصورتين يقتاد من الجاني، لأنه يقتاد به في الكل فيقتاد منه في الجزء. ومنها لو أن رقيقا جنى على طرف رقيق آخر فإنه يقتاد منه في هذه الصورة، ولعل القاعدة واضحة. طيب لو أن معصوم الدم جنى على بعض أطراف غير معصوم الدم، أجيبوا، فلا يقتاد منه في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه لو جنى على كله لما اقتيد منه. إذن احفظوا هذه الكلية: كل من أقيد به بغيره، كل من أقيد بغيره في النفس فيقاد به في الأطراف، وما لا فلا. ومن الكليات في هذا الدرس أيضا: كل قود
جرى على صورة الجناية فجائز إلا بمحرم شرعا. كل قود أي قصاص جرى على صورة الجناية فجائز إلا بمحرم شرعا. أعيدها مرة أخرى، كل قود جرى على صورة الجناية فجائز إلا بمحرم شرعا، وهي كلية التماثل في المماثلة في القصاص لعموم قول الله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولعموم قول الله عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ويقول الله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولأن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين فقيل: من صنع بك كذا؟ فلان فلان، حتى سموا اليهودي فأشارت برأسها فجيء به فاعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. والحديث في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه، وفي الصحيح أيضا من حديث أنس في قصة العورانيين الذين جاءوا واجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بلقاح الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسملوا عينيه، انتبه، حتى مات، يعني عذبوه ومثلوا بجثته ومثلوا به قبل أن يموت. فجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، فلما انتصف النهار جيء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسملت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون الناس ولا يسقون حتى ماتوا، من باب المماثلة في القصاص. ولأن هذا هو ميزان العدل الذي قامت به السماوات والأرض، ولأن هذه المماثلة في القصاص أبرد لقلوب أولياء المقتول. أما أن يمثل بجثة قتيلهم ثم القاتل يضرب رأسه ضربة خفيفة ولا يعاني شيئا مما عاناه المجني عليه، فإن هذا ربما يبقي في قلوبهم شيئا من الغل والحقد الذي يجعلهم يتشفون بمقتول آخر. فهذا أي المماثلة في القصاص تخرج ما في النفوس إذا رأوا الجاني تعذب كما تعذب أبوهم أو كما تعذب فلان قريبهم، وهذا جائز شرعا ولا بأس به. فإذا جرت الجناية فإذا جرى القصاص على صورة الجناية فحينئذ لا بأس بها ولا حرج، ولكنه استثنى صورا تحرم شرعا تحريم أصالة. فإذا كان الجاني قد فعل بالمجني عليه قد كانت صورة جنايته في المجني عليه صورة محرمة أصلا، فحينئذ لا ينبغي فيها المماثلة، وإنما تجوز المماثلة في الصور التي لم يثبت دليل الشرع بتحريمها بخصوصها. وبناء على ذلك فمن قتل غيره بالرصاص جاز لنا أن نقتله بالرصاص في نفس الموضع، حتى وإن قتله في غير مقتل وصار ينزف حتى مات فنضربه في نفس الموضع ونمنع علاجه ونجعله ينزف حتى يموت، فإنه أبرد لقلوب أوليائه إن أرادوا ذلك. أنا لا أقول إنها واجبة، وإنما في الكلية قلت جائزة، فإن أرادوها فهي لهم، وإن أرادوا غيرها وإن أرادوا أن يقتل على الطريقة المعروفة وهي ضربه بالسيف فلهم ذلك. وكذلك أيضا لو أن إنسانا غرق إنسانا في ماء فلنا أن نغرقه لعموم الأدلة، ولو أن إنسانا حرق غيره بالنار حتى مات فهنا لا يجوز لنا أن نحرقه، لأن التحريق بالنار من خصائص الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعذب بالنار إلا ربه. أنتم معي في هذا؟ ولو أن إنسانا رمى غيره في زبرة أسد فالتهمه فلنا أن نرميه في زبرة الأسد ليلتهمه، ولو أن إنسانا خنق غيره حتى مات فلنا أن نخنق الجاني حتى يموت،
ولو أن إنساناً نخس بالسيف أو السكين أو الخنجر المجني عليه حتى مات، فلنا أن ننخسه بالسيف في نفس المواضع حتى يموت، حتى يموت، من باب المماثلة. ولو أن إنساناً رمى غيره من شاهق عال فمات، فلنا أن نصنع بالجاني نفس هذه الصورة. هذا من العدل، هذا من العدل. ولو أن إنساناً لاط بغلام فمات، فهنا لا يتدخل المماثلة، لأن تلك الصورة محرم فعلها أصالة، وإنما نقتله بطريقة أخرى. بل إن بعض أهل العلم قال طرقاً أخرى هي قريبة من هذا، ولكن يعني لا تذكر في هذا المجال. على كل حال، أن الجناية إذا وقعت على صورة معينة فللمجني عليه، فلأولياء المجني عليه أن يقتادوا من الجاني بنفس هذه الصورة ما لم تكن محرمة في الشرع. ومن الكليات أيضا، كل طرف له مفصل معلوم، كل طرف له مفصل معلوم فيجري فيه القصص، كل طرف له مفصل معلوم فيجري فيه القصص. ويفهم من هذه القاعدة كلية أخرى، وهي أن كل طرف ليس له مفصل معلوم فلا يجري فيه القصص. وبناء على ذلك، فإذا وقعت الجناية على بعض الأطراف فإننا ننظر هذا الطرف الذي وقعت الجناية عليه، أله مفصل معلوم؟ فإن كان له مفصل معلوم والجناية وقعت من هذا المفصل، فحينئذ يشرع القصاص. لماذا؟ لأننا نأمن حينئذ ما يسمى بالحيث في الجناية، لأن العضو إذا لم يكن ينتهي إلى مفصل، فلربما أنقصنا فظلمنا المجني عليه، أو زدنا فظلمنا الجاني. والعقوبات شرعا مبنية على العدل بلا زيادة ولا نقص. وبناء على ذلك، فمن قلع أمّلة أحد عمدا فنقلع أمّلته، لأن الأمّلة تنتهي إلى مفصل. ومن قلع أصبع أحد فنقلع أصبعه، لأن الأصبع ينتهي إلى مفصل. ومن قلع عدوانا وظلما، لا أقول في جناية خطأ، وإنما عدوان وظلم، كف أحد مفصل كفه، فإننا نقطع يده. لماذا؟ لأن الكف ينتهي إلى مفصل. أو قطع مرفق أحد فنقطع يده من المرفق، لأن اليد تنتهي إلى مرفق والمرفق مفصل معلوم. وإذا قطعها من العضد فنقطعها من العضد، لأن العضد مفصل معلوم. وكذلك أصابع الرجل، فإن كل أصبوع منها ينتهي إلى مفصل معلوم. وكذلك الكعب فإنه مفصل معلوم. وكذلك الساق فإنه مفصل معلوم. وكذلك الفخذ، يعني فإنه ينتهي إلى مفصل معلوم. بل قال العلماء: ومن جز أنف غيره فإننا نجز أنفه، لأن الأنف ينتهي إلى عظم إلى مفصل معلوم. وكذلك إذا قطع شفة أحد أو جنى عليها فإننا نقطع شفته، لأن الشفة تنتهي إلى مكان معلوم. وهكذا دواليك. ويفهم من هذا أن العضو المجني عليه إذا لم يكن ينتهي إلى مفصل معلوم فإنه لا يدخله القصاص سدا لذريعة الحيف في الجناية، وإنما ننتقل من القصاص إلى ما يعوضه من الديات. لعلكم فهمتم هذا. ولذلك أجمع العلماء على جريان القصاص في المرفق وفي مفصل الكف وفي أنامل الأصابع وفي الكعب وفي الجرح في العضد وفي الساق إذا وصل إلى العظم، لعموم قول الله عز وجل: والجروح قصاص. لكن لا بد أن يكون هذا الجرح في هذا العضو مما ينتهي إلى مفصل معلوم. فإن قلت: وإذا كان لا ينتهي إلى مفصل معلوم، كأن يكون الجرح في منتصف اليد فليس من الكف ولم يصل إلى مرفق اليد، فنقول: إذا كان الجرح
في منتصف العظم فهذا له الكلية اللاحقة. الكلية التي بعدها كل جرح ينتهي إلى عظم فيشرع فيه القصاص. كل جرح، أو نقول زيدوها عشان كم عندكم كلية؟ إذا فصلناها صارت 5، وإذا 7، وإذا تبون نفصلها ولا نجمعها؟ نفصلها. طيب، كل جرح، كل جرح ينتهي إلى عظم فيشرع فيه القصاص. كل جرح ينتهي إلى عظم فيشرع فيه القصاص. وقبل أن أبدأ في شرحها أقول اعلموا أن الجراحة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون جراحا في الرأس، وإما أن تكون جراحا في سائر الجسد. وجرى عرف الفقهاء أن الجرح إذا كان في الرأس فيسمى بالشجاج، الشجة، شجة تكون ضربة في الرأس، وهذه لها تفاصيلها سيأتينا تفصيلها إن شاء الله في الكلية التي بعدها. وأما إذا كان الجرح في سائر الجسد فإن العلماء يسمونه بالجروح، ولذلك يقولون باب الشجاج والجروح، ويقولون إن الشجاج هي الجراح في الرأس، وأما الجروح فهي تلك الجنايات على سائر الجسد. وكلها يجمعها هذه الكلية، لكن بما أنكم قلتم نفصلها فنقول كل جرح ينتهي إلى عظم فيشرع فيه القصاص. فإن قلت ولماذا قيدته بانتهائه إلى عظم، نقول حتى نأمن الحيفة في القصاص، فلا نقصر في القودي فيكون المجني عليه مظلومة، ولا نزيد في القودي فيكون الجاني مظلومة. فلا نأمن الحيفة في القصاص في الجروح التي لا تنتهي إلى مفصل إلا إذا كان الجرح قد وصل إلى العظم، فنقتاد منه بجرحه حتى نصل إلى العظم. فإذا وصلنا إلى العظم عرفنا أن المماثلة في القصاص قد تحققت. وبناء على ذلك، فإذا كان الجرح، انتبه، في الأصبع ولم تنقطع أملة، ولكن الجرح قد أبان العظم، فحينئذ يشرع هذا القصاص لأن الجرح قد انتهى إلى عظم. وكذلك إذا كان الجرح في العضد وانتهى إلى العظم فحينئذ نقول يشرع فيه القصاص، أو الكتف وانتهى إلى العظم فيشرع فيه القصاص، أو القدم وانتهى إلى العظم فيشرع فيه القصاص، أو الساق وانتهى إلى العظم فيشرع فيه القصاص، أو الفخذ وانتهى إلى العظم فيشرع فيه القصاص. لكن إذا أغار سكينا في بطنه فإن البطن ليس ثمة عظم ينتهي إليه، فحينئذ لا يشرع القصاص، وإنما ننتقل إلى الدية. لماذا؟ لأن هذا من الجروح التي لا تنتهي إلى عظم. وكذلك أيضا ما يسميه العلماء بالمنقلة والمتلاحمة وغيرها مما سيأتينا في الكلية التي بعدها، وهي شجاج في الرأس سيأتي تعريفها والواجب فيها، ليس فيها قصاص. لماذا؟ لأنها لا تنتهي إلى عظم، إلى عظم. وكذلك لو جرح وجنته وانتهى إلى عظم خده فحينئذ يشرع فيه القصاص. فالجرح إذا انتهى إلى عظم شرع فيه القصاص، وإذا لم ينتهي إلى عظم فلا يشرع فيه القصاص. فإن قلت وما الحكم فيما لو تجاوز العظم الرقيق وغار وراءه، فنقول لم ينتهي الجرح إلى عظم لأنه قد تجاوز العظم، فلا يشرع في هذه الحالة القصاص. فالقصاص في الجروح إنما يشرع إذا انتهت الجناية إلى عظم، وأما إذا لم تنتهي إلى عظم فإنه لا يشرع فيه القصاص. لماذا؟ لماذا؟ لأننا لا نأمن حينئذ الحيف. ومن القواعد أيضا، ومن القواعد أيضا، كل شجة لا تنتهي إلى عظم فلا يشرع فيها القصاص. كل شجة لا تنتهي إلى عظم
فلا يشرع فيها القصاص، وبناء على ذلك فلا قصاص في الحارصة، وهي التي تشق جلدة الرأس شقا خفيفا لا ينزل معه الدم. وبالمناسبة فإن ما سأذكره من الشجاج في الرأس إنما الفروق بينها مليمترات أو أقل، لكن لتعرفوا ضبط الإسلام لمثل هذه الجنايات. فأول جنايات الرأس ما يسمى بالحارصة، وهي التي تحرص الجلد وتشقه ولكن لا تنزل دمه، فهذه لا قصاص فيها، وإنما فيها الدية، لأنها جرح لا أو شجة لا تنتهي إلى أجيبوا يا جماعة خلكم معي إلى عظم. ولا قصاص في البازلة أو الدامعة أو الدامية، كلها ثلاثة أسماء لجناية واحدة، وسميت دامعة لأنه مع الشجة ينزل قطرة من الدم كنزول دمعة العين من العين، فهي فوق الحارصة بقليل، فالحارصة تشق ولا تسيل الدم، وأما البازلة أو الدامية أو الدامعة فإنها تشق وتسيل الدم، لكن لا قصاص فيها أيضا لأنها لا تنتهي إلى عظم. ولا قصاص فيما يسمى بالباضعة، وهي التي تبضع اللحم، أي شقت الجلد وأسالت شيئا من الدم ووصلت إلى اللحم فشقته، فتسمى بالباضعة لأنها بضعت شيئا من اللحم. ولا قصاص فيها لأن الشجة لم تصل إلى عظم الرأس إلى الآن، تونا في القشرة الرقيقة فقط اللي فوق. فلا قصاص فيما يسمى بالباضعة التي تبضع اللحم. ولا قصاص في المتلاحمة، وهي التي زادت على قطح اللحم ففرته، أي خلطت بعض اللحم ببعض، فهي لم تشق اللحم فقط بل فرته وخلطت بعضه مع بعض، لكن لم تصل إلى الآن إلى جلدة الرأس، فلا قصاص فيها. الباضعة هي التي تشق اللحم، والمتلاحمة هي التي تغوص فيه، ولكن لا قصاص في هذه الشجاج لأنها نعم. ولا قصاص فيما يسمى بالسمحاق، والسمحاق هذه قشرة رقيقة بين اللحم وعظم الدماغ، فلا قصاص فيها لأنها لم تصل إلى العظم، انتبه. ولا قصاص أيضا فيما يسمى بالمنقلة، ما المنقلة؟ هي التي وصلت إلى العظم وهشمته وتجاوزته، فلا قصاص فيها لأنها لم تنتهي إلى عظم بل تجاوزته. ولا قصاص فيما يسمى بالجائفة، وهي ما قطعت العظم وما وراءه وولجت في الدماغ، جائفة ولجت في الدماغ، أو هي الطعن في البطن أو في الإلية أو في الفخذ إذا لم يصل إلى عظم، فتسمى جائفة، دخلت في جوف اللحم ولكن لم تصل إلى عظم. ولذلك في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا قود في جائفة ولا مأمومة ولا منقلة. فكل هذه الشجاج التي ذكرتها لا قصاص فيها لأنها لا تنتهي إلى عظم، إما أن تكون فوقه أو أنها كسرته ونقلته وتجاوزته، وبناء على ذلك فلا قصاص في جروح سائر البدن إلا إذا انتهت إلى عظم، ولا قصاص في شجاج الرأس إلا إذا انتهت إلى عظم. أنتم معي في هذا ولا لا؟ طيب. ومن الكليات أيضا كل منفعة فمستقلة بديتها، ولا أدري كم رقم الكلية عندكم، كل منفعة
فمستقلة بديتها، وذلك لأن الله عز وجل لما خلق هذا الجسد أودعه جملا من المنافع وجعل لهذه المنافع مخارج ومداخل، فخلق الأذن وجعل من خاصيتها السمع، فالجناية على أصل الأذن له متعلق، والجناية على منفعتها لها متعلق آخر. وخلق الله اليد وجعل من منافعها الحركة، وخلق الرجل وجعل من منافعها المشي، ولا لا يجمع، وخلق العين وجعل من منافعها الرؤية، وخلق العقل وخلق الدماغ وجعل من منافعه العقل المستودع فيه، وخلق الذكر وجعل من منافعه القدرة على الجماع، وخلق الخصيتين وجعل من منافعها صناعة مثلا الحيوانات أو غير ذلك. فإذا كل شيء من هذا الإنسان فهو إما عضو ظاهر وإما منفعة قد ركبت فيه، فهذه الكلية ليست في دية العضو، فإن دية الأعضاء ستأتينا الدرس القادم، وهي أن دية الأعضاء تتقصط بتقرر العضو في الجسد، لكن أنا أتكلم الآن على ماذا؟ على المنفعة التي أودعها الله عز وجل في هذا الجسد. فإذا جنى الإنسان على غيره جناية أذهبت منفعة ففي كل منفعة دية، فمنافع الجسد مستقلة بديتها، فأي جناية تذهب منفعة من هذه المنافع فإنها تستقل بالدية كاملة. وبناء على ذلك فلو أنه جنى على عينه جناية أذهبت بصره ففيه الدية كاملة، وإن أذهبت نصف بصره ففيها نصف الدية، فالدية تتقصط على منافع العضو على حسب الجناية عليه. وإذا ضرب رأسه فأذهب عقله ففيه الدية كاملة، وإذا صار ينسى أحياناً ويذكر أحياناً ففيه الدية بحسبه ويقررها الحاكم، وإذا ضرب خصيتيه فأذهبه القدرة على الجماع ففيه الدية كاملة، وإذا ضرب أذنه فأفقده القدرة على السمع ففيه الدية كاملة، ولو ضرب يديه أو ضرب على رجليه أو ضرب صلبه فأفقده الحركة فصار مشلولا ففيه الدية كاملة، وهكذا دواليك. فكل منفعة فإنها مستقلة بديتها، ولو أنه جنى عليه جناية أذهبت عقله وسمعه وبصره ففيها كم دية؟ ثلاث ديات. ولو أنه جنى عليه جناية أفقدته القدرة على استمساك حدثه، فإن استمساك الحدث من منافع الجسد فهو منفعة مستقلة ففيها الدية كاملة. فانظر كيف احترم الإسلام هذا الإنسان. فكل منفعة أودعها الله عز وجل في هذا الجسد ففيها الدية كاملة، ولعل الأمر واضح إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.